نرحب بضيفنا يو اسماعيل ادم البحث الاجتماعي. مرحبا بك، صباح الخير عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. الله يسلمك يا رب. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الله يجزاك خير. يا اهلا وسهلا، كيف الاحوال؟ حياكم. صباحك كيف؟ ان شاء الله طيبين. ان شاء الله امورك تمام. الحمد لله يا شيخ نعم. الله يديك العافيه، تمنى ما تلاقينا يعني حقيقه. اليوم موضوع محتاج وقفه كده يا استاذ ايوب. حقيقه قضيه يعني الادمان تعامل الاب والام هي اللفظه مطلقا مقلقه ومفزعه ومخيفه حينما يكون الشخص مدمنا، فما بالك وانتم ربطوها بابني. ابني مدمنا، يعني من احب اقرب الناس الى قلب الانسان ابنه، فامر مزعج ومقلق لكثير من الناس. ولا يعاني هذه الإشكالية حقيقة إلا من كابد ومن لامس هذا الإشكال الذي يقع في عند فلزة الأكباد الأبناء، ومن عايش بعض هؤلاء الأسر التي تعاني من هذه الإشكال فيجد كيف يعانون من هذه الإشكالات الكبرى جدا عندما يكون أحد الأبناء مدمنين. طيب نأخذ مفهوم الإدمان، اللهم آمين يا رب، نأخذ مفهوم الإدمان. الإدمان يقولون على أنه تناول مادة أو أمر في البداية يكرر الإنسان منه ويشعر بلذة واستمتاع أثناء تعاطيه أو في البداية، في أثناء استخدامه وتعاطيه في البداية يشعر بلذة واستمتاع، ثم بعد ذلك يصبح الإنسان يفعله لأجل البقاء أو لأجل أن يحفظ وجوده في الحياة وما يستطيع أنه يتخلص منه. فمسألة الإدمان في البداية الإنسان يجد فيها بعض المتعة وبعض الشيء، مثل ما قال الله تبارك وتعالى عن الخمر فيها إثم كبير ومنافع للناس. الآن مفهوم لدى كثير من الناس يظنون على أن هذا الإدمان يعني لما نتخاطب مع أحد المدمنين ما اسمه هذا الأمر السيء والقرف يعني يصفه وينعته أنه يا أخي ما في زول عاقل وما في زول واعي ممكن يدخل في هذه الإشكالية، لكن الأمر أعقد وأخطر من أن نتعامل معه بهذه البساطة وهذه السهولة على أنه معقول في زول واعي وفي زول يعني عنده عقل ممكن يقع في إشكال. مثل ما تفضلت أنت بالمقدمة، يعني صح حينما يقال الإدمان ينصرف مباشرة إلى المخدرات، لكن المفهوم أوسع وأشمل. طيب. ومع تطور وتعقيدات العصر في كل يوم يزداد الأمر تعقيدا مع تعقيدات الحياة. ممكن نقول أنهم برضو ربما إلى حد ما مش ما قال السيد عبد الرحمن يصل مرحلة الإدمان إن الواحد ينوم ساعات طويلة جدا، يعني حتى في مسابقات للنوم أطول يعني أكثر. أيوة يفعلون تفهم هذا، لكن أحيانا النوم يعني يأتي نتيجة إلى تعاطي المخدرات. أها. النوم؟ النوم يعني عشان يقدر ينوم لازم يأخذ مخدر. أحيانا يصل المتعاطي إلى مرحلة ما يستطيع أنه يقلع من السرير، ما يستطيع أنه يقوم من النوم. يصل إلى مرحلة أنه ما يقدر يقوم ويتحرك من محله إلا بعد ما يبلع الحبة عشان يتحرك من السرير. عجيب، ده غريب. يعني فيصل إلى هذه المرحلة السيئة ولا يستطيع حتى أن أكرمكم الله أن يدخل الحمام، ما يستطيع أن يفعل كل شيء. فهذه المرحلة هي تصل ببعض الشباب إلى مرحلة يكره فيها الإنسان نفسه. يعني في بداية الأمر يكون مسألة فيها نوع من اللذة، نوع من التشويق، نوع من الإحساس المزيف بالسعادة، ثم بعد ذلك ينقلب الأمر حينما يصل الإنسان إلى أنه لا يستطيع أن يقوى حتى على حمل نفسه إلا بهذه الحبوب. وعادة يعني ما أسميها أنا عند نقاش كثير من الشباب المدمنين محادثنا، ربما سميها محاسن الصدف، يعني أتيح لي أن ألتقي بعدد كبير جدا من الشباب المدمنين، عدد كبير. يعني اليوم هنأخذ تجارب عملية كبيرة جدا. ربما عدد كبير جدا من الشباب المدمنين وجلست معهم لساعات طويلة، يعني لي قرابة السنتين، يعني آخر جلسة اليوم نحن يوم الاثنين، آخر جلسة كنا يوم الخميس مع بعض مع عدد شريحة كبيرة جدا من الشباب المدمنين. فالواحد بيصل إلى مرحلة أحيانا خلاص يكره فيها الحياة ونفسه والمجتمع وكل شيء، إلى درجة يصل أنه في المراية يبصق على نفسه من شدة ما وصل إليه. فمثل هؤلاء
لو لم يجدوا من يأخذهم بلطف وبرفق وبحنان ويضمهم ويصف لهم العلاج والعناية والآخر أن يخرج من الإدمان، ربما تحصل كارثة عند بعض الأسر أو في بعض المجتمعات. ممتاز. سنة أيوب إسماعيل آدم سعيدين بيك جدا في مزيد من الحب. ابني مدمن موضوع حلقة هذه الفقرة في مزيد من الحب، أكيد بإمكانكم تتواصلوا معنا وتشاركونا في هذه الفقرة بالاتصال على 0183 40 77 77، أول اتصال بالرقم الآخر 0183 40 77 77. ابني مدمن أو ابنتي مدمنة، الأسباب اللي بتخلي الواحد أو الشاب أو الشابة إنهم يبدأوا بمشروع الإدمان أو يدمنوا؟ الأسباب كثيرة جدا، في أعلى درجة الأسباب هو يعني غياب الوالدين، الغياب المعنوي ليس الغياب الحسي، أنهم لم يعطوا أبنائهم مزيد من الرعاية ومزيد من الحب ومزيد من الحنان، خاصة أنه في يعني نسبة كبيرة جدا جدا من الإدمان هي تأتي في أطوار المراهقة، حينما يبدأ الشاب أو الفتاة بسلوك، وللمعلومة المدهشة أو المفزعة أنه يعني هذا الأمر ليس حصرا على الأبناء، الأولاد ليس حصرا على الأولاد، يعني حتى البنات بنسب كبيرة جدا ونسب مخيفة، البنات يعني يدخلوا هذا المجال بنسب كبيرة جدا. فمن أولى الأسباب أو من أعلى قائمة الأسباب أنه عدم التفات الأبوين والوالدين ومنح الأبناء مزيدا من الاهتمام، مزيدا من الرعاية، مزيد من الجلوس معهم ومناقشة قضاياهم، وهم يمرون بتحول في أطوارهم الحياة، يعني من مرحلة الطفولة يتحولون إلى مرحلة الشباب. هذه من أعلى الأسباب. يأتي بعدها مباشرة الرفق السيئة وأصدقاء السوء. يعني أنا ذكرت لك أني جلست مع عدد كبير، يعني ربما يفوق 200 أو 300 من المدمنين، فعلى حسب إحصائياتي وأسألت لهم القليلة، يعني تجد فوق 80% منهم أنهم المسألة دي أتت عن الأصحاب والأصدقاء، إنه يجرب طبعاً يعني. أيوة، جماعة وشلة العراضة في الحي وشلة عمود الكهرباء وبتاعين الفتة وبتاعين أصحاب الجامعة وأصحاب الثانوي، وكده شوف دي وجرب شلة الكورة وجرب دي ودي ما بتعمل حاجة وكده شوف، وحتشعر بحاجة كده ولذة وشعور طيب. فمسألة الصداقة والصحبة يعني من الأمور لها سبب مباشر وقوي وكبير جدا، لذلك حتى في ديننا الحنيف أنه المسألة الصحبة دي من الأمور المؤكد عليها سلبا وإيجابا. في السلب النبي صلى الله تبارك وتعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وفي طبعا قصة عقبة بن أبي معيط خير مثال وشاهد، أنه يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خزولا. وفي الجانب الإيجابي في مسألة الصحبة، يعني الحديث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال أناس من أمتي يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمنزلتهم ومكانتهم من الله. فأحد الصحابة قال جثى على ركبتيه ولوى بيده وقال يا رسول الله ليسوا بأنبياء ولا شهداء، جلهم لنا صفهم لنا. قال أناس من أمتي تعاطوا على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم، يعني مسألة صداقة وصحبة فقط لله، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس إلى آخر الحديث، مسألة صداقة. من الأسباب المهمة جدا مسألة إثبات الرجولة أو إثبات الذات. أستاذ أيوب، نحن نستأذنك، طبعا عودنا المشاهدين إن لما يجي اتصال مباشرة نأخذهم لأنهم بيكون قاعدين مرات فترة طويلة في الاتصال. مرحبا. فمعنا أختنا الشتيلة محمد. فضل. مرحبا، وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أستاذ محمد سليمان، تحية للأستاذ عبد الرحمن، وتحية للأستاذ يوسف، وقول لك أستاذ محمد سليمان عودا حميدا طيبا ونورت الشاشة. الله يديك العافية، شكرا جزيلا. يديك العافية. تقول الأستاذ سبحان الله ابني مدمن، يعني أنا من الطلاب الجامعة. وسبحان الله يا أستاذ، يعني زي ما ذكرت أنه الصحبة الصالحة لها أثر. مر بي موقف، أنا صدمت في حياتي، نحن جامعتنا ما مختلطة، لكن يعني موقف إنه
من اصحاب السوء عملوا حبه وحاجه ضوابط على السير برا في الكافيتيريا. وبحكي والله حواحد زميلاتي يعني، وانا اتفاجئت قلت لهم انا مش لتتاجم زي ده مع مروبي. وقاموا قالوا تعالي اعمل حسابك، قلت له الحمد لله رب العالمين. قاموا قالوا ليش ما حصل في الكافيتيريا؟ فبقول للدكتور يعني شوف يعني الاثر كيف وتسلسل يعني شوف من اصدقاء سوء وتتلاقوا برا ويدوبوا لك حبه في كوبايه وتالي تكون مدمن عليها. ليش الدسم ادمن خلى انه الناس بجانبه يعني شو يكونوا مدمنين. واسال الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم ويجعلنا ان شاء الله كده اختيار. شكرا شكرا جزيلا شكرا على اتصالك. شكرا لك. ده نموذج ممكن فعلا استاذ محمد يعني صدقت في حديثها انه المساله دي. وطبعا حكت تجربه مخيفه يعني بعض الشباب في الجامعات الان، ودي طبعا عندهم من اكثر مساله الاصطياد عندهم كيف يصطادوا خاصه البرالمه والناس الجدد وفي الشلاليات. يعني اول مره لو انت زي ما بيقولوا هم بقراسك كبير وما قدروا انه يصطادوك ويدخلوك. طبعا المساله دي بيدخل فيها جانب اقتصادي وتوزيع وترويج وبزنس ومنظومه. فبيقوموا يعملوا لك في عصير، يا اخي احنا عازمين لك كبايه عصير يعني دراسه اصدقائك واصحابك ما فيها حاجه، معزوم كبايه عصير حلوا لك فيها الحبه دي. اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث بتيجي براك انت عاوز مشكله. فدي واحده من الاشكالات الكبرى جدا اللي بتعاني الناس من مساله الشله والصحه. طيب قبل الاتصال ذكرت نقطه مهمه. ايوه جدا. كنا الاقران فيما بينهم أيوة بيصفوه بعد الرجوله اذا ما ايوه فيها مساله اثبات الذات خاصه بالنسبه للشباب داخلين طور المراهقه. فواحد يريد ان يثبت ان يقول اني انا رجل، خاصة إذا مورس عليه جانب من العنف المباشر أو الغير مباشر أو عدم التقدير اللائق في البيت والأسرة. يعني لو ما بقى احترام أنه هو فعلا الآن هو رجل، هو رجل المرحلة ورجل البيت ويمكن يعتمد عليه. ومرات في آباء أو أمهات في البيت يمارسوا مع أبنائهم وأولادهم، يا أخي تأمشي تأخذ الفاشل تزول خميلة تزول ما عندك. فهو بيحاول أنه يثبت لنفسه أنه هو رجل قبل أن يثبت للآخرين. فبيشوف أنه الناس اللي بيتعاطوا المخدرات أو الناس المدمنين هم محور اهتمام وحديث الناس، وهم ناس يفعلوا ما يحلو لهم وما يريدون، فيريد أن يدخل نفس التجربة. فدي واحدة من الإشكالات. أيضا من الأسباب المهمة جدا مسألة الاستكشاف، حب الاستطلاع. طبعا دائما الانسان في بدايه حياته يريد ان يعرف. فبعض الناس يقول نجرب ما فيها حاجه ما بتعمل شيء، نشوف ممكن يكون ما بتعمل شيء ولا هنا. بعدين واحد يقول يا اخي انا زول كويس، انا زول راشد وزول عاقل، وهنا المساله دي ما بتعمل لي حاجه بس تجربه بس. صحيح. شوف الموضوع ده فيه شنو والاحساس اللي بيتكلموا عنه الناس ده كيف. وطبعا بعض الناس يعني حتى الحديث الاجتماعي والواقع والنكات اللي هي طبعا تخبر عن 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 واقع المجتمع، انه يقول لك في واحد مسطول قال كذا كذا. طبعا دائما ينسبوا العبقريه والذكاء واللوذعيه زي ما يقال للناس المسطولين. هي المساله يعني فيها جانب من الصواب، يعني فيها شيء من الحقيقه وجانب مخالف الحقيقه كليه، مساله متداخله. يعني بقول لك يا اخي في واحد مسطول قال كذا كذا، او في واحد عبقري قال كذا، او هنا او يا اخي المساله خيال واسع. هي القضيه معقده، يعني لو تسنى لنا الوقت ان افصل فيها بعض الشيء. انه احيانا الانسان حينما يكون في 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 في, في حاله ادمان ربما ياتي بافكار او بحلول يعني قد يصدم بها الناس باعتبار انها عبقريه. هذه مسألة صحيحة وغير صحيحة في نفس الوقت، ليس مقالطة هذه، لكن صحيحة بمعنى أن الإنسان حينما يكون تحت تأثير المخدرات أنه بيكون منفصل عن المحيط الذي حوله. ممتاز. أستاذ أيوب معانا عين من أم درمان، عند تجربة واقعية حب يحكيها ويستشيرك فيها. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبابك معانا في أنفاس الورد. أنا سعيد بكم وسعيد بوانا طيبة. الله يكرمك إن شاء الله يديك في مرادك يا رب. معك الآن الدكتور أيوب إسماعيل آدم، مباشرة نسمع تيره منك. يلا. أنا عندي أخوي ده طبعا عصام. نعم. يلا. المشكلة عنه بس بنوم كثير. بنوم كثير هاي. وبالليل كده بقوم بتصرخ وبطحن ضرابة. نعم. يلا ما أعرف المشكلة شنو عنده، أدو سجارة ولا أدو في المصيبة ولا ما أعرف. هذه المشكلة إن شاء الله. طيب أنتم ملاحظين حركته قاعد يجلس مع منو
وهل تعاطى شيء ولا لا ولا كده، ولا بس ما قادر انت تحدد الحاصل شنو بالضبط؟ بس دي المشكله، بس احنا ما عارفين. يلا زمان كان شفته بيشتغل واي حاجه بيدونس معانا وبضحك معانا، لكن فجاه كده بس اتغير. طيب يا استاذ، ممكن على انه يكون في مشكله صحيه، وممكن تكون في مشكله مخدرات، ممكن يكون في جوانب اخرى روحيه. انا انصحك في الخطوه الاولى انه في مراكز الان لعلاج الادمان، في مركز في الخرطوم هنا، هذه ليست دعايه يا ناس، طيب في مركز في الخرطوم هنا في يثرب، مركز حياه لعالجه الادمان، وفي مركز في كوبر مركز، وكل مراكز حكوميه. فانت ممكن تعرضوه على المركز، بيعملوه تحليل للدم، بيشوفوا هل، وبيعملوه فحص طبي، فانت بتكون كسبت او ضربت العصفورين، بكون هل الاشكاليه دي مساله طبيه ولا مساله ادمان متخصصه. فلما يحددوا هل في دم وفي نسبه كحول، بعد ذاك هم بيوروك انه كيفيه العلاج حتتم كيف هنا. اذا طلع انه الفحص نظيف وما عنده اي مشكله، لا ادمان ولا مشكله صحيه، ربما انها تكون المساله دي عندها علاقه بمس او بشيء او بهنا، مثلا يقوم بالليل يصرخ او هنا، ممكن تعرضه على اي واحد من الشيوخ المتخصصين في مجال الرقيه الشرعيه، وربنا ان شاء الله يعجل العافيه والشفاء يا رب. يلا المشكله هو اصلا طبعا ما بتقدر تتفاهم معاه وتقول له شو الدكتور ويقول لك لا لا ماشي. ما خلاص انتوا اقنعوه وهو اصم، انتوا تيجوا تعملوا الفحص، فحص الدم، عشان تقدروا تصلوا الى المشكله الحقيقيه شنو. تيجوا تصلوا المشكله الحقيقيه، بعد ذاك العلاج بيكون سهل، يعني الامر ما صعب، يعني ما بالصعوبه مقلقه يعني. ممكن في البيت يا استاذ ايوب؟ والله انا ما ادري هل ناس المراكز اللي بيتعاملوا في البيوت ولا عندهم خدمه انهم يوصلوا لانه لا. في ما في امكانيه انه والله هو سيب. ممكن تقنعوه بطريقه او باخرى انه يطلع معاكم مشوار، او عشان تجوا المركز، يعني ليس بالضروره انه يعني تثبتوا له انه انت مريض ونحن ماشيين نعالجك، حتى لو كانت زياره عاديه بعد ذاك تعرضوه على الطبيب يعني. لا المشكله هم مين محله ما ابوه، مين اللي كان قام، مين اللي كان داير يخش الحمام او داير يتحمى وياكل، بس غير كده ما بمشي ولا محل ثاني. طيب انتوا ممكن تصلوا يعني المراكز دي بنفسكم وتحكوا الحاله دي، تشوفوا الاطباء بيردوا عليكم بشنو، بعد ذاك لو ممكن يقول لكم يعني رسلوا معاكم ممرض او شيء تاخذوا عينه ويفحصاهم، فبيكون اسلم يعني، بدل ما تستسلموا كده وتخلوه، الافضل انك تتحرك بنفسك. اصلا بيكون عندهم استشارات بيفيدوك بها اكثر مني يعني، انهم متخصصين. طيب شكري لك، شكري لك ان شاء الله، ربنا ان شاء الله يتم الشفاء كمان. اللهم يمكن واحد مرات بيحتار في انه يعالج الاشكال كيف حقيقه، والاسره لها دور كبير جدا في انه تعرف ملاحظات كده، ما بياكل معانا، بيجي انطوائي، ما بيمشي المناسبات، يبقوا كلها اعراض كده يعني. طبعا دي واحده من الاشكالات الكبيره جدا، التغير اللي بيطرا على السلوك. ايوه المفاجئ في السلوك. طيب نحن ليه ما نخلي لها مثلا يعني محور براهو، نحن نكمل في باقي الاسباب اللي نحن ذكرنا منها، اللي هو غياب الجانب التربوي المعنوي بين الابناء وبين الاسره، ذكرنا اصدقاء السوء، ذكرنا البيئه بتاعت العمل اذا كان بيئه كلها مثلا فاسده وغيرها. نعم. شنو تاني الاشياء اللي ممكن تكون اسباب؟ من الاسباب الفراغ. من اسباب الفراغ الكبير جدا بالنسبه سواء كان في مرحله الدراسه او حتى بعد التخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. فمن من 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 حصافه الاب ومن 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 من فهمه الصحيح للتربيه ان يسند بعض المهام التي تشغل الابناء والاباء في بعض البيوت. الان في فهم مغلوط، بقول لك يا اخي انا اولادي ده المدارس تعبهم وما دار شغلهم بحاجه وما هنا ومريحهم على الاخر والدايرين هم انا بعمل لهم، هذا فهم مغلوط في التربيه. لابد ان تسند لهم بعض المهام، ان تشعرهم على انهم هم جزء مهم جدا في حركه حياتك اليوميه وانت معتمد عليهم في كثير من الاشياء. فدي واحدة من الأسباب اللي بتخلي أنه الناس يلجوا جانب المخدرات. عندنا حال الآن بتاع الإدمان بيعالجوا فيها، أو هي حال قاعدين يتم فيها العلاج، كذلك نطلع كنترول نشاهد مع بعض مع المشاهدين أيضا ونجي نشوف بعدك التعليق يكون كيف. بدايتي كانت يعني ببلع في اليوم حبة واحدة، مع مرور الزمن لقيت أنه الحبة الواحدة دي ما بتعمل لي حاجة، بقيت أزيد كله فترة وفترة، بزيد لغاية ما وصلت مرحلة إني يعني حصلت لشريطين في اليوم 20 حبة،
دي التجربة اللي يعني كان جربتها أنا في عامة في الحقوق. اتعرفت عليها والله عن طريق الشباب يعني المجتمعات، شايف الناس، شفت الناس كلها، شايف سمعت عنها ذاك أو حاولت أجرب، جربتها أو لقيتها شوية شوية بقيت كان حاصل مشاكل، بقيت ناس المشاكل اللي بتحصل الشباب أو بعد ذاك بقيت الزايد تزيد تزيد لغاية ما يعني بقيت حاولت أوقف، بقيت ما قادر، بقيت مسيطر عليه أكثر مما أنا مسيطر عليه. مرات بتكون ساهر ومرات بتكون صعب، يعني مرات يعني بتكون معدومة، يعني الواحد ممكن يمشي مسافة طويلة عشان يمشي يجيبها. أنا يعني بالضبط يعني آخر يوم كان تاني يوم في العيد، كنت برا يعني برا الشبكة شديد، لأنه كنت بالي حكاية بتاعت 22 حبة. كنت واقف يعني بقيت أتخيل تخيلات تاني، بقيت يعني شايف نفسي بني آدم تاني، بقيت تجيني هلاويز مع مرور الأيام لغاية 7 يوم تقريبا. فتكلمت ومشيت، ما في زول كان من الناس البيت عارف انه اني انا بتعاطى وكده. فواجهت الوالد، كنت قلت له يا اخي انا بتعاطى الحاجة دي ودارت خالص منها يعني. فسألنا، كان سألنا عن انه نلقى لنا محل مكان يعود لنا على المركز حياة. وجيت يعني هنا وطوالي بدو معي العلاج. يعني اول الايامات كان يعني في شوية صعوبة، اول 3 ايام كان في شوية صعوبة في انه اقدر اتخلص منها، لكن مع مرور الايام يعني حتى العلاجات يعني بتسيطر على الجهاز العصبي. دي الحاجة اللي انا عرفتها بعد ذاك. يا هو الحمد لله لغاية هسي يعني بقيت مستقر تماما الحمد لله. بقيت تفكير اللي كان الاول، كنت اول 3 ايام او اول اسبوع كنت بفكر بقول يا اخي انا بعد ما اقعد هنا، بعد ما اطلع من هنا حرجع تاني وحتعاطى تاني من جديد، لكن التفكير تغير تماما الحمد لله. اذا اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، شفنا حاله عمليه الان والشاب ده بيتعالج في مركز حياه في يثرب. نسمع التعليق منك يا دكتور. طبعا هي واحده من عشرات ان لم اقل مئات الحالات يعني التي تمر على المركز او المراكز الاخرى لمعالجه الادمان. ولو لاحظتم انه السبب كان يعني انه واحد من الاصحاب او الاصدقاء او الانفبي بيبدا هكذا. وكثير جدا من التجارب التي حكيت لي من قبل هؤلاء الشباب ان الواحد بيبدا عفو الخاطر، يعني واحد بيقول انه جاه واحد وهو شقال حلاق، فزبون عادي بعد ما حلق منه قال له يا اخي هاك الحبه دي بتريحك شويه كده انت مرهق وتعبان، قال لي بعفويه وبسذاجه تناولت الحبه فلقيت حاسس بنشاط ما عادي واشتغلت شغل وبقيت انه يعني دخل كبير. بكره جاء نفس الشاب اداني نفس الحبه وبقت مريحه جدا بالنسبه لي. بعد بكره قال لي المساله دي بقروش وكده، قال لي قلت له جدا. فالدخل زاد والارباح بقت كبيره واني يعني بقف 12 ساعه في اليوم يعني قوه ونشاط. فبعد شويه بقى الاثنين، الواحده ما بتعمل حاجه في اليوم لاثنين لثلاث بس ما حكى يعني لحد ما يحصل شريط شريطين يعني 20 حبه في اليوم. فبيكون الانسان قال لي انا بقيت دخلي اللي بدخله في اليوم كله بشتري به القصاد مثلا. ف يعني انا كثير ما اعبر عنها للشباب اقول لهم هذا 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 الاستعباد والرق الحديث في القرن 21. يعني زمان كان الرقيق يعني يجلبوهم من افريقيا ومن غيرهم هنا يستعبدوهم عبوديه لاجل ان الانسان يخدم مقابل ان ياكل ويشرب ويكون الريع او المال او الخراج لسيده. الان يعني ده استعباد. طبعا تغيرت مفاهيم الحياه وزاد الوعي كبير جدا بالنسبه للناس، ما عاد انه يكون العبوديه بالمفهوم السابق ممكنه، لكن اتت العبوديه الحديثه فصاروا انه يستعبدوا الشباب انه يسيطروا على عقولهم، فالانسان يكون انتاجه وعمله وشغله كله لاجل ان يشتري به. وذكر انه بيمشي مسافات طويله مرات بتكون فعلا يعني فعلا يقدر يكون يعني قادر يقعد قادر يمارس حياته الطبيعيه اللي يبلع الحبوب يعني ما يستطيع يعني. بس ما تحدثت لك انا في الاول انه ما يقدر يقوم حتى من سريره،
يعني هو اول ما يصحى، نحن بنصحى بنقول اصبحنا واصبح الملك لله، هو بيصحى بدخل يده تحت المخدة، يعني اول حركه بيعملها يتناول الحبه دي، حتى بعد ذاك يقوم يمارس نشاطه او حياته العاديه اليوميه. وعندهم اهم حاجه مونه اليوم، يعني ما يكفيك ليوم او لاسبوع او لهناي بالضروره يكون موجود. ففي ازمه واشكاليه حقيقيه جدا بيعانوا منها لحد كبير جدا. واحدة من الأشياء المؤسفة جدا أنه نحن ما قادرين نتفهم كأسر وكآباء وأمهات الحالة النفسية اللي هم بيعانوا منها. طيب. هم في بداية الأمر بيكون المسألة ممتعة وفيها نوع من النشوة في البداية، في البداية فقط، لكن أول ما يتملك الإدمان حياته هو المسألة بتكون بالنسبة له بعده هو لحفظ توازنه في الحياة، لأجل أن يقدر يتحرك فقط، فبيكون في قمة الإحباط والشعور بالدونية والحقارة من نفسه أول شيء، فبيكون محتاج أول حاجة زول يأخذ يعني يعبر له على أنه يا أخي هو إنسان مهما فعل الأشياء دي هو إنسان في المقام الأول. طيب ذكرت الأسباب منها الفراغ آخر نقطة، لكن علاقة التفكك الأسري والترابط الأسري لها دور كبير جدا. طيب وفات علي أن أذكرها، لها يعني دور كبير جدا. طيب محتاج لمساحة، محتاج نأخذ تليفون ونجي راجعين كمان نتواصل من خلال حديثنا عن مظفر. مظفر مرحبا. عليكم السلام. مرحبا بك. وعليكم السلام. مظفر أحمد إسماعيل. مرحبا بك، صباح الخير عليك. عليكم السلام. تفضل. يعني عندي تجربة. نعم تفضل. عندي تجربة، يعني كان في من بعض الأصدقاء كده كان ماشي يعني يدرس في برا السودان في باكستان. كان بدرس طب، يعني زي ما قال بعض الأصدقاء أثروا فوقه واستخدم العقاقير الطبية، وبعد ذلك لا قدر لا يستطيع أن يواصل في الدراسة. كان في المستوى الثاني، يعني في المستوى الثاني في طب أصلا، يعني جت السودان هنا و يعني كان لقيته حتى لي القصة دي، يعني إنه لا يستطيع، يعني بيقى خلص يعني زي ما قال اتدمر تماما. يعني هنا ما شغال أي حاجة ولا بيقرأ ولا أي حاجة؟ لا 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 ما قدر يستطيع. قال لي لأنه قال قلت يلا، هو قام قمت اتحدثت معه كده، وبعد ذلك قال لي أنا والله قام مشيت في باكستان قريت طب لحد المستوى الثاني، وبعد ذلك يعني قال بعد الجالية هناك يعني هم قاعدين في داخليات، يعني بعض الأصدقاء أثروا فوق وقام استخدم العقاقير الطبية، وبعد ذلك لا قدر حتى الآن لا ما تعالج يعني. مشكلة كبيرة. مشكلة. شكرا لك يا أبو ظفر، شكرا جزيلا. مباشرة إلى مدينة بحري محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب شكرا جزيلا لك محمد على اتصالك واهتمامك، ونجي راجعين لي أستاذنا أيوب إسماعيل آدم بحث الاجتماعي في ابني مدمن. هو علق معلق على المكارمة. هو بس ذكر أنه بيقرأ الطب هنا، المسألة ليست محصورة أنه ده بيقرأ الطب ولا هندسة، كل أفراد المجتمع يعني. نعم. يعني ممكن إنسان يقع فيها عن قصد أو عن غير قصد، وفي الغالب أنه إنسان بيقع فيها مرات يعني عن غير قصد. طيب. وبيصير قد يعني. يكون هو قاصد أنه يعني كان موفق في الحياة. أيوة. لكن أنا أقول لمظفر أنه صاحبه ده ممكن الآن يلحقه بباقي حياته، ده ممكن أنه يمشي له أي مركز بتاع معالجة ويتعالج ويستعيد عافيته وصحته وتوازنه في الحياة ويرجع أنه يكمل. يعني أنت زوج صديقك أنصحه بأنه أنه يمشي لمركز، ويا ريت انه انت تمشي تخطو معه الخطوات دي وربنا يكتب لك الاجر والثواب. يعني هو حريص ما شاء الله مظفر. أيوة على صديقه. أيوة أيوة. لكن برضو الاسره لها دور في ان تلاحظ يعني شخص سافر وبدا دراسه وانقطعت الدراسه فعلا وقاعدة. فعلا طبعا يعني مرات الانسان يختلق المعازير، وفي ناس الان بكون مدمن له 5 سنين واربع سنين، الناس البيت ما عارفين يعني الاقرب والاقربين ما عارفين. طبعا هم يعني مرات حتى تغير واقع المجتمع بيخدم كثير جدا من التستر، او يعني الان ما عاد الناس انه يجلسوا مع بعض، ما عاد الناس انه ياكلوا مع بعض، ما عاد يعني اي زول بيتحرك براوي داخل براوي. فاظن في حلقه من الحلقات كنا تحدثنا عن صينيه الغداء او حاجه زي دي، فدي كانت من الاشياء الجميله جدا بتخلي الاباء والامهات يلاحظوا الزول اللي بيتعاطى ما بياكل كثير بالمناسبه،
ففي العاده شباب ده الواحد بيكون معتمد على سندوتش بالصباح ولا اخر اليوم كده بس حاجه كده خفيفه وهناك. طيب احنا محورنا الجاي طبعا استاذ ايوب هنتكلم فيه عن الاعراض. جميل. لكن محمد سليمان سال سؤال جميل. أيوة. قال التفكك الاسري له دور كبير جدا جدا. يعني كثير من الشباب الان يعني حينما تتساءل معهم يعني من الاسئله صارت شبه تقليديه انه وضع الاسر كيف، الابو عايش معاكم ولا عايش الا وحدكم، فبتلقى اجابات كثيره جدا انه في خلاف ما بين الاب والام، في طلاق، في تعامل سيء من جانب الاب للام، الولد بيكون انه ما يعني ده ابوه ده امه، يعني بشوف كميه الاضطهاد، كميه الاهانه، الاساءات الواقعه على امه من قبل ابوه او العكس، او الشتائم او المشاكل او العراك اللي بيحدث في البيت، فبيحاول انه ينسى هذا الواقع المرير الذي هو يعيشه. فطوالي بيلقى جماعة هناك جاهزين يقول يا أخي دي بتريحك دي دي بتنسيك دي هناك. ومرات هو يبحث طبعا في الونسات والشلليات واللمات بيتحدثوا عنه انه في صنف جديد جاء وفي حاجة دي ودي بتعمل كده ودي بتعمل كده ودي بتطيرك السماء ودي بتخليك يعني كده أيوة برج إيفل وراك إيفل وعايش كده وسط السحاب يعني حاجات كده هناك. فهو المشكلات الأسرية يعني ممكن يقول لها القدح المعلى لها أثر كبير جدا جدا على أنه إقبال كثير جدا من الشباب خاصة البنات. يعني الأولاد ربما أنه يواجه أبوه ويتكلم معاه ويواجه أمه يتكلم، لكن البنت بتكون يعني خلاص وصلت إلى درجة الكبت، وعشان تنسى لابد أنها تتعاطى شيء ينسيها، لابد أنها تتعاطى أنها تبلع عشان تكون خارج من الواقع المرير اللي هو موجود. واحد من الأسباب أيضا ما تفوت علينا المال الكثير أو الغنى الزائد. يعني بعض الشباب يدهم مصاريف في اليوم مبلغ يعني كبير جدا، يعني فوق من حاجتهم العادية، فهو بيشوف أنه عنده قروش يعمل، ووقت ما يجي داير من أبوه قروش أو من أخوه أو من أخته أو من أمه يقول لك طوال يا الأولاد ده نحن ما نحرم من حاجة ندلعهم ندللهم، بعد شوية بيدخل في أو كمان الفقر الشديد سبحان الله. يعني الناس المعدومين ما عندهم أي شيء، واحد برضو ده هروب من واقع أو حالة اجتماعية سيئة جدا، الإنسان بيحاول يدخل في المخدرات. واحد من الأسباب دي بيخدعوا بها الناس انه بيقول له يا اخي المساله دي بتساعدك على التركيز، بتساعدك على المذاكره، بتساعدك على السهر، ودي بياخدوا عباء ايام الامتحانات، انه يقول لك الحبه دي بتخليك تسهر لحد الصباح انك تقرا الماده وتنجح، فبيكون الاغراء او طريقه مدخلة الادمان انه يا اخي انت بكره عندك امتحان وانت ما قريت وما هنا ابلع الحبه دي انت، وفعلا انت بتكون في قمة قوتك ونشاطك ولا في نعاس ولا. طبعا في واحدين بيمر عليه يومين ما بينوم، ثلاثة ايام ما بينوم يا سيد عبد الرحمن. يعني النوم ده يعني شوف نعمة النوم الجميلة دي، يعني النوم نعمة ما نعم فيها، بيبلع الحبة والامتحان ما يحس ولا يشتغل يكون نايم. والله العظيم مشكلة. أيوة. اتذكر واحد كان من الاصدقاء برضه كان بيحكي نفس الكلام، نحن وصلنا لختام الفقرة انه كان دو حبة تقريبا عشان يذاكر بها وكده وشحب، وبعدك يعني حس بنعاس شديد لأنه كان مساهر شالها نومه واللي متحمشت عليه. صح حقيقة فعلا. فيمكن أشياء كثير نحن بنعاني منها في ابني مدمن أو الإدمان عموما، ونحن الحلقة يمكن خصصناها للمخدرات وعلاقتها بالإدمان وإلى آخره. هنواصل إن شاء الله تعالى الأسبوع الجاي في الأعراض وكيفية العلاج، ولو لقينا الطريق نأخذ نماذج إن شاء الله تعامل للمجتمع عن طريقة الأعراض وبعض الناس الشارين. أيوة عشان الناس ينتبهوا في البيوت يعني الأشياء الأعراض الظاهرة عشان الأم أو الأب يلاحظ يعني هل ولده ده عليه شيء من يعني مهم ممتاز جدا من الناس. بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا. تحياتنا لك أستاذ أيوب. الله يبارك فيك. تحياتنا.